احنا عارفين ان سر الزيجة كان مرتبط ارتباط وثيق بقداس الافخارستية، يعني بيجري قبل بدء القداس، وبعد اتمام مراسيم سر الزيجة بيبدأ القداس. واول اتنين يتناولوا كان العريس والعروس بعد الاكليروس بحلول القرن التاسع الميلادي. بدأ توقف ارتباط سر الزيجة بقداس الإفخارستية في بعض الجهات في مصر. عندنا مخطوط اسمه مخطوط الدير الأبيض بسوهاج، ده يرجع لأواخر القرن العاشر أوائل القرن الحادي عشر الميلاد، بيطلعنا على ممارسة طقسية كانت تجري في أثناء تتميم سر الزيجة فيما بين القرن التاسع والقرن الحادي عشر للميلاد، وغير موجودة في طقسنا الحالي. صلاة تقال على الخبز، عنوانها بالإبط الصعيدي بما معناه صلاة الخبز، ويعقبها صلاة على الخمر وبالإبطي الصعيدي صلاة على الخمر. وبالقطع كان يتبع ذلك أن يأكل العروسان من خبزة واحدة ويشرب من كأس خمر واحدة. بيبين أننا الآن أمام الوقت الذي بدأ فيه يتوقف سر الزيجة عن ارتباطه الوثيق بسر الإفخارستية في بعض الجهات، فكان أن استعاضت بعض الكنائس بهذه الممارسة بديلاً للتناول من الأسرار المقدسة في القداس الإلهي. لكن حالياً تن الموضوع يتدهور لحد ما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، لدرجة إن ما كانش ممكن يعملوا صلاة إكليل إلا من داخل الإفخارستية. الناس الأعيان بتوع بعض البلاد كانوا يخلوا القداس يتعمل بعد الظهر عشان هم هيعملوا الإكليل بعد الظهر. البابا غبريال ابن توريك نزل قانون يحرم فيه الكلام ده، قال القداس بيتعمل في النهار في الصبح، فانفصل القداس عن سر الزيجة اللي بقى بعد الظهر، ولكن ظل سر الزيجة يقام يوم الحد بعد الظهر. يعني نادرا ما تسمع في صلوات الإكليل من سنوات قليلة، بس مش في حاجة اسمها سر إكليل يتعمل غير يوم الحد، بس بيكون يوم الحد بس بعد الظهر اللي هو يعني برضو يوم الرب يعني. لكن حاليا الموضوع بقى في أي يوم من أيام الأسبوع. إن انفكاك سر الزيجة عن سر الإفخارستية استغرق قرون طويلة، وحدث ذلك ببطء شديد، ولم تكن كل الجهات في أنحاء مصر الواسعة تسير بالتوازي معا في هذا الأمر. وما يذكره مخطوط الدير الأبيض بسوهاج بيضعنا أمام الإرهاصات الأولى اللي بدأ عندها سر الزيجة يبتعد عن سر الإفخارستية. من جهة أخرى بيطلعنا القرن التاسع الميلادي على عادة قبطية قديمة جدا ورد ذكرها في مخطوط خلاج الدير الأبيض بسوهاج أيضا، بتنفرد بها الكنيسة القبطية وهي دهن العروسين بالزيت في صلاة الإكليل. ده تقليد قبطي يعود إلى ما قبل القرن التاسع الميلادي على أقل تقدير، ولا زالت هذه العادة تمارس حتى اليوم في كافة الكنائس القبطية. بيكشف لنا خلاج الدير الأبيض بسوهاج
دقائق الطقس القبطي القديم في هذه الجزئية، حيث يورد نص صلاة تقال على الزيت، ويعقبها مباشرة نص الصلاة التي تقال على لبس الأكاليل، ثم يليها نص صلاة المسح بالزيت بعد وضع الأكاليل. لاحظوا الترتيب هنا، إنه حصل عليه تعديل على ما يمارس في سر الزيجة حالياً. التعديل هو أن الصلاة على الزيت بيعقبها مباشرة مسح العروسين به مع صلاة التحليل، ثم يلي ذلك في النهاية وضع الأكاليل. تعديل بسيط حصل، ولكنه كان أيضاً بيتبع طقس قديم، أن فيه وضع أكاليل ودهن بالزيت.